الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سلام الله عليكم أحبتنا في عدد جديد من حصة صحابيات جليلات في قناتنا قناة النهار. نتناول في عددنا هذا ابنة خير خلق الله، هي كبرى بناته وهي أول فرحة له بولد، وهي الصابرة العفيفة الطاهرة الوفية، هي إذن زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولدت السيدة زينب قبل البعثة بعشر سنين، ونشأت بين أبوين كريمين في عائلة طيبة، أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وأمها سيدة نساء العالمين، فتخيلوا كيف كانت نشأتها وما أن شبت وظهرت ملامح جمالها وملامح أخلاقها حتى تسارع الخطاب إليها، وكان من بينهم أبو العاص بن الربيع ابن خالتها هالة، فخطبها من النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن أن يخبرها أولا وأن يأخذ برأيها، فأحمر وجهها وابتسمت إذانا بقبولها، فتزوجت بأبا العاص ودخل بها. وكان أبا العاص شابا ذكيا وسيما، فشكل بزواجه بزينب زوجا ملؤه الحب ومنه المودة وملؤه التفاهم. كان أبا العاص تاجرا، ولما عاد من تجارته إلى اليمن سمع عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بدين جديد، فلما دخل على زوجته زينب فرحت به وهللت وجاءت تخبره أن أباها قد بعث وأنها قد أسلمت، وعرضت عليه أن يسلم، وأخبرته أن أمها وأن إخوتها أخواتها وأن صديقه أبا بكر وعثمان قد أسلموا. فقال أبا العاص: أما أنا فلا أحب أن يقول الناس خذل قومه لإرضاء زوجته. هكذا انكسر خاطر الزوجة المحبة والزوجة التي تحب الخير لزوجها، واستمرت الحياة بينهما ما شاء الله. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجر إلى المدينة استأذنت رضي الله عنها أن تبقى مع زوجها وأبنائها علي وأميمة، ولد وبنت، فهاجر وبقيت هي مع زوجها، وحتى جاءت غزوة بدر. غزوة بدر خرج فيها أبا العاص مع المشركين، وخرج على من؟ خرج ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم أبا السيدة زينب. وفي هذه تخيلوا مشاعر هذه المرأة، ففي كلتا الحالتين إما أن تكون أرملة أو تكون يتيمة. وبلغها بعد ذلك انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فحمدت الله وعلمت أن زوجها قد أسر مع الأسرى، فأرسلت تفديه بقلادة قد أهدتها لها أمها خديجة عند زواجها، ويقال أنه القلادة كانت هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. فلما وصلت بين يدي القلادة، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رق قلبه وتذكر أيام خديجة، وتذكر حب خديجة، وتذكر بر خديجة، وتذكر سنوات خديجة، فدمعت عيناه وقال لأصحابه: إن شئتم يعني أن تطلقوا لها أسيرها وترجعوا لها قلادتها فافعلوا. وكذلك فعل الصحابة، فأطلقوا سراحه وردوا له قلادته، وساره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذه على جنب وقال له وأخبره بأن الإسلام قد حرم المؤمنة على الكافر، وأنه يود لو يرسل زينب إليه صلى الله عليه وسلم. فقبل أبا العاص بذلك، وعند رجوعه إلى مكة فرحت زوجته أيما فرح، واستقبلته مهللة مبشرة، فما كان منه إلا أن قال أنه الفراق، وأخبرها بما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. فتجهزت السيدة زينب وأخذت أبناءها وخرجت
إلى المدينة، وقد لاحقها أحد المشركين وضرب راحلتها، فسقطت رضي الله عنها وأرضاها وأجهضت في تلك السقطة، وقيل أن تلك السقطة كانت سبباً لوفاتها فيما بعد. لحقت بأبيها وبعد وصولها إليه فتهافت عليها الخطاب، ولكنها رفضتهم جميعاً وبقيت بلا زواج مدة 6 سنوات، حتى جاء وكان لأبا العاص رحلة إلى الشام، فلما عاد من رحلته وجد سرية من سرايا المسلمين فأخذت ماله، وهو هرب إلى أين؟ ذهب إلى زينب يستجيرها أن تجيره، وخرجت في صلاة الفجر وقالت: لقد أجرت أبا العاص بن الربيع. استغرب المسلمون، وأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعلم في الأمر شيء، وقبل المسلمين أن يجيروا من آجارت، وردوا له ماله، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمي مثواه ولكن لا يقربك لأنك لا تحلين له. رد المسلمون لأبا العاص ماله، ورجع إلى مكة وأعطى حقوق الناس وأعطى أموالهم لهم، وأشهدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعاد مباشرة إلى المدينة فشهد الشهادتين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح به الصحابة أيما فرح، واستأذن أن يراجع زينب فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن الفرحة لم تدم طويلا، فبعد عام من ذلك توفيت السيدة زينب، فحزن عليها أبا العاص حزنا شديدا كما حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت رضي الله عنها في البقيع. وبعد عام أو ما يقارب من وفاة السيدة زينب لحق بها زوجها وحبيبها أبا العاص. هكذا جئنا إلى نهاية قصة وحياة السيدة زينب، والتي لا نستطيع أن نوجزها في بضع دقائق. ومن العبر التي نستقيها من حياتها حسن تبعل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، وكذلك تتبع الحق وعدم تتبع أقوال الناس، فإن غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك. إذن وصلنا إلى النهاية، نقول لكم صحفتكم تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء جديد.